underdog and trying to do whatever it is I can to make a difference in the world. Let Joumana Kayrouz protect your rights. Call the law offices of Joumana Kayrouz at 1-866-YOUR-RIGHTS, extension 100, or visit yourrights.com. مكتب المحامية جومانا كيروز يعلن عن استقبال الموكلين والمراجعين في العنوان الجديد 24370 Northwestern Highway Southfield على مسافة قريبة من موقع المكتب القديم. مكتب المحامية جومانا كيروز يتعامل مع كافة قضاياكم المتعلقة بالإصابات الشخصية من ضمنها حوادث السيارات، إصابات العمل، الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى قضايا الهجرة والتجنس، الإفلاس، الضمان الاجتماعي وقوانين العائلة، والاستشارات مجانية. 248-557-3645. هل أنت بحاجة للمساعدة في جلب شريك الحياة إلى الولايات المتحدة؟ بالرغم من أن إجراءات الهجرة على أساس الزواج معقدة للغاية، إلا أن محامي الهجرة من مكاتب المحامية جومانا كيروز تمكنوا بنجاح كبير مساعدة آلاف الأشخاص للهجرة إلى أمريكا، لأن لديهم الخبرة الطويلة في مساعدة الأشخاص على الحصول على الجرين كارد على أساس الزواج أو فيزا الخطوبة بشكل سريع ومريح بقدر المستطاع. اتصل الآن بمكاتب المحامية جومانا كيروز 1-866-YOUR-RIGHTS 248-557-3645. برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز المختصة في قضايا حوادث السيارات، مع نخبة من المحامين في اختصاصات عدة منها الطلاق والهجرة والإفلاس، يأتيكم الآن على الهواء مباشرة. سعدتم أوقاتا مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج يور رايتس مع المحامية جومانا كيروز. للأسف اليوم ما راح تكون معنا جومانا، لكن المحامي سام سيف المختص بقضايا الهجرة والتجنس راح يرافقنا على الهواء على مدى ساعة للإجابة على أسئلتكم في قضايا الهجرة والتجنس. أرقام الهواتف في الاستوديو للمشاركة معنا في البرنامج 313-769-6666-519-256-1023، وعلى الواتساب 313-327-7074. بإمكانكم بالتأكيد الحصول على استشارات مجانية عبر الاتصال بمكتب المحامية جومانا كيروز، وفي معظم الاختصاصات أو في كل الاختصاصات التي يتعامل معها المكتب، وهي قضايا الإصابات الشخصية من ضمنها حوادث السيارات، إصابات العمل، الأخطاء الطبية، الهجرة والتجنس، قضايا الإفلاس، قضايا الضمان الاجتماعي وقوانين العائلة. 248-557-3645. تحياتنا لكم سام، مساء الخير ورحب بك في برنامج رايت. اهلا مرحبا غامي، شلونك اليوم؟ الحمد لله، نسال عنك دائما بالخير والصحه، نتمنى لك وقت طيب معنا، واكيد على مدى ساعه راح تجاوب على اسئله مستمعينا في قضايا الهجره والتجنس. قبل ما ناخذ اتصالات المستمعين، ما الجديد في هذا الاسبوع سام من اخبار وتحديثات في قضايا الهجره والتجنس؟ نعم، شكرا غامي، ارحب بالمستمعين اللي ويانا هاليوم. طبعا عندنا شويه اخبار جيده بغرض الهجرة. أول شيء عندنا أخبار أنه الـ Department of State الـ US Embassy دائر مدائر العالم رح يحاولون يبدون يقللون أرقام القضايا اللي كانت متوقفة خلال آخر سنة، ويبدون يعطوهم مواعيد interviews، ورح أول شيء يبدون بقضايا الفيانسي وقضايا الإيميجرنت فيزاز، يعني الفيزاز اللي أشخاص يحصلون بها green cards. وطبعا رح يبدون بالإيميجرنت فيزاز اللي موجودة للإيميديت relatives، يعني خلال الزواج لليوس سيتيزن، لو أطفال الأقل من 21 اليوس سيتيزنز، والأم والأب اليوس سيتيزنز، هذول يعتبروهم immediate relatives. وإضافة على الفيانسي فيزاز راح يبدون يشتغلون بهذن القضايا ويعطون مواعيد لهذن القضايا بداية أبريل. وياها أخبار هم جيدة، طلعت عندنا معلومات أنه الـ Department of State عدها backlog، يعني عدها قضايا هائلة منتظرين للscheduling للinterviews. نعرف أنه بداية سنة 2020 كانت أكو بس 75 ألف قضية منتظرون يسووا لهم مقابلة بالUS Embassy دائر مدائر العالم.
حالياً أكو أكثر من 470 ألف قضية منتظرين. فحتى لو راح يبدون يعطون مواعيد أكثر بداية شهر الرابع، يعني بعد شهر، راح تأخذ وقت لحد ما يقدرون يوصلون إلى هاي الأرقام الهائلة. سمعنا أنه يجوز يحاولون يعني يجوز للقضايا اللي ما يحتاجون يسوون انترفيوز يعطوهم approval بدون انترفيوز. ما نعرف شنو هاي معناتها، يعني إذا راح يضطرون يحجون وياهم بالتليفون، لو إذا يسوون فيديو وياهم، لو إذا بس يسألوهم على الباسبورت ويشيكون الابليكيشن مالتهم ويدزولهم الفيزا بالباسبورت، وهاي هي تخلص. فما نعرف بالضبط شو راح يسوون على مود يعطون فيز بدون انترفيو داخل الامبسي، بس سمعنا انه هذا يعني فشي جوز يصير. ف يعني للمستمعين اللي عندهم اهل برا الولايات المتحده منتظرين انترفيو، لو اذا المستمعين هم بنفسهم منتظرين انترفيو، مهم انه يعرفون راح تكون كم شهر. وأكو بعض من الناس يقولون يجوز سنة لو أكثر قبل لا يقدرون يعني يقللون الأرقام هاي 470 ألف قضية منتظرين انترفيو. نعرف أنه إضافة على هذا، بسبب أنه رح يشتغلون على الإميغرنت فيزاز والفيانسي فيزاز، قضايا النان إميغرنت فيزاز مثل الفيزة الزيارة، لو فيزا عمل، لو فيزا دراسة، هذين يسموهم non-immigrant visas، هذولا ما رح يعطوهم أولوية، هذولا رح ينتظرون بعد أكثر. وبس إذا أكو يعني يسموها emergency لو humanitarian reason، يعني سبب غير عادي يحتاجون appointment، يلا بعدين يجوز يعطوهم موعد للفيزا مالتهم مثل الفيزا السيارة لو فيزا العمل. نعرف يتساهلون أكثر ويا فيزا الدراسة أكثر من ما رح يتساهلون ويا الفيزا الزيارة لو الامبلويمنت فيزا. بس ما نعرف يعني إيش قد رح يتأخرون قبل يقدرون يحصلون المقابلة مالتهم. فهذا خبر كلش مهم لهذول المتأثرين بالانتظار بسبب كوفيد اللي صار آخر سنة. بس خبر كلش جيد، الأسبوع الماضي طلع خبر من الأيس، الإميغريشن والكستمز إنفورسمنت. أيس هي الأجنسي اللي تحاول تسفر الناس اللي ما عندهم رخصة قانونية يبقون بالولايات المتحدة، لو الشخص اللي يجوز جاء على فيزا زيارة وبقى، لو الشخص اللي يجوز كان عنده جرين كارد والمحكمة قالت هذا الشخص لازم نسفره. فهي أيس هي اللي تبدي أي قضية قبل لا القضية توصل للمحكمة الهجرة. الخبر اللي طلع يعني هم طلع فرايدي وقبلها كان من البايدن ادمنستريشن يتكلمون بهاي الأخبار، أنه أيس ما رح تحاول تسفر كل شخص اللي يجي قدامهم، لو كل شخص اللي عنده سبب أيس تسفره، لا رح يعني كل شيء يركزون على الأشخاص اللي يشوفونهم هم national security threat. لو إذا هسه حاليا يحاولون يدخلون الولايات المتحدة، لو الأشخاص اللي يجوز عندهم criminal record، ومو بس كل شخص ويا criminal record، أكو أنواع criminal record راح يركزون عليهم. بهذا الأخبار راح يخلون الأشخاص اللي عندهم حاليا قضايا لو يجوز أيس بدت بالسنين الماضية قبل سنة سنتين خلال الترامب administration، يجوز أيس حاولت تبدي القضية مالتهم وتوديهم للمحكمة، راح أيس راح تخلي هذول الأشخاص يدزون طلب للأجنسي مالتهم أنه أيس
تبطل تحاول تسفرهم بسبب أنه هم مو بالبريوريتيز الجديدة مع البايدن أدمينستريشن. هذا النوع الطلب كان موجود بوقت أوباما بس يعني بطلوا يسوون هيك طلبات بوقت ترامب فهسه رجع. والأشخاص اللي يفكرون يجوز الإميغريشن كاستمز إنفورسمنت رح يحاولون يسفروهم لو يبدون القضية لتسفيرهم يقدرون يدزولهم طلب وخلال هذا الطلب إذا أيس تشوف أنه هم ما موجودين بالبريوريتيز مع البايدن أدمينستريشن رح يطوهم فشي يسمونه prosecutorial discretion يعني شخص ما يريدون يسفروه بهالوقت وما يريدون بقوانين حاليا مع البايدن أدمينستريشن مو نوع الشخص اللي يريدون يسفروه فيطوه مثل رخصة يبقى بالولايات المتحدة وهم يجوز يقدر يحصل رخصة عمل أثناء ما ينتظر لو يشوف طريقة ثانية يحصل فد immigration benefit فالطريقة يبقى قانونيا بداخل الولايات المتحدة. بالفعل إذا نذكر مستمعينا بأرقام الهواتف في الاستوديو 313-769-6666 519-256-1023 معنا المحامي سام سيف المختص بقضايا الهجرة والتجنس من مكاتب المحامية جمانة كيروس. سام نأخذ أول اتصال في حلقة اليوم ونرجع نكمل إذا في تحديثات أو أخبار أخرى معك. ألو مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معنا؟ يا مرحبا عزيزي كيف مرحب. الحال؟ أهلا بيك. مين معنا عفوا؟ حياك معك مختار الجبلي. يا هلا بيك تفضل أنت على الهواء. حياك الله. ممكن أكلم الأستاذ سيف؟ أهلا وسهلا تفضل. يا مرحبا أستاذي العزيز. أخي العزيز أنا عندي استفسار. عندي أخي هو يحمل الجرين كارد ومرتبط في عمل خارج أمريكا لمدير مستشفى في اليمن بكون الأوضاع الموجودة فهو هناك دائما مرتبط معهم هناك في المستشفى دائما يجي لهني يقعد شهرين من شهر إلى شهرين إلى ثلاثة شهور ويرجع اليمن بعد قبل تخليص ستة شهور من الفترة يرجع على أمريكا فهمت نعم. علي؟ نعم الموضوع هو عنده برمت أخذها أول مرة هو أنتهى أجا لهني كان موجود هني في أمريكا قبل ثلاث شهور جدد البرمت واتصل عليهم بسبب علشان الفينجر قالوا له بنعتمد الفينجر القديم بسبب كوفيد 19 نعم طولت الفترة هو راح اليمن الآن هو يريد يرجع فالبرمت الآن أرسلوا على البيت على العنوان على الأدرس وبدي أرسله له على اليمن عبر الدي اتش ال نعم. وإصداره قبل تقريبا أسبوع إذا أبرزه في المطار وتاريخ الإصدار جديد وهو خارج أمريكا هل هذا ممكن يعني ضرر عليه أو لا شو تنصحنا يعني إذا أجا عادي يعني ما فيه أي شيء هو إيش قد صار له برا الولايات المتحدة من آخر مرة صار له أربعة شهور هو قانونيا بيرجع قبل انتهاء ستة شهور نعم هي الـ re-entry permit هي هاي يسموها رخصة تخلي الشخص يبقى برا الولايات المتحدة سنة لو أكثر بس أكو ناس لأنه يسافرون عدة مرات خلال السنة ويجوز يبقون يعني أكثر من ست شهور يحصلون هاي الرخصة على مود ما يصير عندهم مشكلة لما يرجعون طبعا ما يفرق إذا الشخص عنده هاي الرخصة لو لا يقدرون يعني يطون يسووا له نفس المشاكل لما يرجع بس عادة الشخص اللي عنده green card يقدر يسافر برا البلد ويرجع وما عنده أي مشكلة إذا كانت أقل من سنة وبعد أحسن إذا كانت أقل من ستة أشهر فهو حتى ما يحتاج الرخصة على مود يرجع إذا مسافر أربعة أشهر بس يعني جواب لسؤالك إذا أكو مشكلة أنه هو سافر قبل حصل الرخصة وهسه يريد يرجع وتاريخ الرخصة جديد قبل لا هو سافر لا ماكو أي تأثير تعليمات الـ USCIS تقول أنه الشخص اللي يقدم على هاي الرخصة
ما يحتاج يبقى بالولايات المتحدة قبل لا يحصل هاي الرخصة، لا، بس لازم يكمل البيومتريكس وهي البصمات قبل لا يسافر. وهو دزول رسالة أنه ما يحتاج يسوي البصمات، فماكو أي مشكلة أنه إذا دزل الريانتري بيرميت ويرجع بيها، ما مفروض تصير لأي مشكلة بالمطار. الله يعطيك العافية عزيزي، مشكور لك ومشكور. الله يعافيك، موفق إن شاء الله. شكرا على اتصالك، نتمنى لك كل التوفيق يا رب. نأخذ اتصال آخر. عبد الجبار، مساء الخير. يعطيك العافية أستاذ رامي. الله يعافيك يا أهلا وسهلا، تفضل أنت على الهواء. الله يخليك. ما أستاذ سامي يعطيك العافية. الله يعافيك، مرحبا عبد الجبار. الله يخليك أستاذ. أستاذي الكريم، بدي أسألك بس سؤال من بعد إذنك. أنا جيت لجوء لهون لهالبلد من 4 سنوات ونص تقريبا، وأنا كفيف البصر يعني معاق. نعم. وهلا أنا لازم أقدم على السيتيزن الجنسية، فأنا يعني لازم بتطلب مني إنه أعمل امتحان علشان جنسية، لأنه أنا كفيف كليا يعني. أوكي، يعني تريد تقدم على الجنسية، بس سؤالك أنه أنت ما تقدر تأخذ امتحان الإنجليزي؟ أيوة بالضبط، لأنه أنا ما كفيف يعني، ما أحسنت أدرس، ما عندي لغة. أوكي. وما أحسنت أدرس. أوكي، الشخص اللي ما دارس وما يقدر يتعلم اللغة الإنجليزية، بس عنده 4 طرق يقدر ياخذ الامتحان، لو ياخذ الجنسية بدون ما ياخذ الامتحان باللغة الإنجليزية، وبدون يجوز ياخذ الامتحان مال 100 سؤال للهيستوري للولايات المتحدة. أول 3 طرق تعتمد على كم سنة عندك الجرين كارد وعمرك. الأشخاص اللي 50 سنة عمرهم وصال عندهم الجرين كارد 20 سنة يعفوهم من اللغة الإنجليزية، يعني يقدر يأخذ الامتحان باللغة العربية. نفس الشيء الأشخاص اللي 55 سنة عمرهم و15 سنة صار عندهم الجرين كارد، ونفس الشيء 65 سنة عمرهم و20 سنة صالة عندهم الجرين كارد يعفوهم حتى من 100 سؤال، بس لازم يدرسون 20 من هذا الأسئلة باللغة العربية. فأنت بس صار لك 4 سنين ونص، فآخر وحدة بس تبقى لك تقدر تحاول تقدم على الجنسية خلال آخر exception، وهي medical exception، يسموها medical waiver. وهاي medical waiver تحتاج أنه أنت تروح يم دكتور، تاخذ تقرير من دكتور، وهذا التقرير لازم يثبت انه انت عندك حاله طبيه تمنعك من دراسه اللغه الانجليزيه. الشخص اللي ما دارس قبل، ما رايح اي مدرسه elementary school ولا هاي سكول ولا كليه حتى باللغه مالته، ما يعفو من الاكزام، ما يعفو من الريكويرمنت انه انت لازم تاخذ الامتحان باللغة الإنجليزية. بس إذا كان عندك حالة طبية تمنعك من يعني ما تخليك تقدر تدرس اللغة الإنجليزية، إذا كان عندك خلينا نقول لا سمح الله ألزهايمرز، لو ديمنشا، لو ميموري، لو أي نوع فد مشكلة طبية ما تخلي الشخص يدرس. نعم. إذا الدكتور مالتك يقول لك يقدر يكتب لك هذا التقرير، والتقرير راح يكون مقنع، تقدر بعدين تقدم على الجنسية. عفوا أستاذي الكريم، إنه أنا كفيف البصر، أنا يعني ما بشوف أبدا، عرفت كيف يعني، وضعي الصحي يعني جدا إنه أنا ما بشوف يعني، ولغة ما حسنت أدرس أبدا لأنه بسبب وضعي الصحي. فإذا ما تقدر تشوف أبد، صعبة عليك راح تقدر تدرس اللغة الإنجليزية، فالدكتور يقدر يكتب لك تقرير أنه بسبب هاي الحالة اللي عندك أنت صعبة عليك راح تقرأ اللغة الإنجليزية ولا تأخذ السيفكس، بس تحتاج هذا التقرير. ما تقدر تقدم على الجنسية إذا ما عندك هذا التقرير.
شكرا شكرا استاذ، يعطيك الف عافيه. شكرا لك. شكرا جزيلا عبد الجبار، نتمنى لك التوفيق يا رب. اذا ناخذ اتصالاتكم مستمعينا على الارقام 313-769-6666 519-256-1023. معنا المحامي سام سيف المختص بقضايا الهجره والتجنس، وناخذ اتصال اخر. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مين معنا؟ والله معك ابو شادي. اهلا فيك ابو شادي، تفضل انت على الهواء. والله بدي اسال سؤال، انا اختي مقرب لها طلب هجره، بس نعم. بتعرف هذيك المره سالته للاستاذ قال تاخذ وقت كثير، عم فكر اقرب لك طلب زياره. في اعمل هيك، في اقرب طلب زياره تيجي تقدم فيكيشن عندنا، وشو بدي الوراق اللي بدي اقدمهم، واذا بدي شيء كفالي ولا شيء بليز. نعم، هي حاليا وين عايشه؟ هي بلبنان. لبنان. واكو عندها اهل هناك؟ ايه عندها عائله هي. اوكي، وهي راح تجي وعندها... هي راح تجي بحدها لو ويا عائلتها؟ والله هي قدمنا لها لحالها. اوكي، لان هي عائلتها بدها تاخذ وقت كثير، حسب ما سالت وقت حضرتك تاخذ وقت اكثر، لحالها بتجي اسرع. صحيح صحيح، راح تكون اسهل اذا تقدم لها، لو هي تقدم لحالها انت تقدر تساعدها بدزلها رساله السبب اللي تريدها تزوركم. تكون صعبه تحصل قبول على هاي نوع القضيه لما نقدم لها معامله لم شمل، بس لانه تاخذ هوايه وقت تقدر تفسر للكانسلر اوفيسر انه هي بس راح تجي زياره تشوف اهلها وترجع لبلدها، يعني فتره محدده. احسن شيء لما نتقدم تاخذ وياها اثبات انه عندها املاك، عندها بنك اكاونت، عندها اهل، عندها بيت، لو سياره، اذا تشتغل تاخذ رساله من الشغل انه راح ترجع للشغل، تاخذ فد اثبات انه تقدر تدفع التكاليف مالتها بالسفر. واذا اكو كان سبب تريد تزور، مثل يعني اذا كانت graduation، لو زواج، لو خطوبه. والله استاذنا العزيز جاي بس بدها تشوف اولادي بعد ما شفتهم، احفادي حابه تشوفهم كثير يعني. نعم، فانت تقدر تدزلها رساله وبهاي الرسالة تطي الأسباب اللي تريدها تجي تزورك، وتقدر تستعمل هاي الرسالة بالتقديم. طبعاً فتشي هم لازم نتكلم بي أنه حالياً معظم الأمبسيز داير مداير العالم، ولبنان واحدة منهم، صعبة واحد يحصل موعد لفيزا زيارة. عادة بس يطون مواعيد للأشخاص اللي عندهم فد emergency، لو يسمونه humanitarian reason، فيجوز راح تكون وقت تاخذ وقت كم شهر قبل لا تقدر تقدم على هاي المعاملة وتاخذ موعد. إن شاء الله خير. Thank you أستاذة. Thank you. You're welcome. موفق إن شاء الله. شكرا على الاتصال، تحياتنا لك، وأكيد ما زلنا معكم في برنامج الرايت مع المحامي سام سيف المختص بقضايا الهجرة والتجنس من مكاتب المحامية جمانة كيروس. راح نتوقف مع فاصل قصير سام، ونرجع نكمل حديثنا في قضايا الهجرة والتجنس، ابقوا معنا. مكتب المحامية جمانة كيروس يعلن عن استقبال الموكلين والمراجعين في العنوان الجديد 24370 North Western Highway Southfield، على مسافة قريبة من موقع المكتب القديم. مكتب المحامية جمانة كيروس يتعامل مع كافة قضاياكم المتعلقة بالإصابات الشخصية، من ضمنها حوادث السيارات، إصابات العمل، الأخطاء الطبية، بالإضافة إلى قضايا الهجرة والتجنس، الإفلاس، الضمان الاجتماعي وقوانين العائلة، والاستشارات مجانية 248-557-3645. هل أنت بحاجة للمساعدة في جلب شريك الحياة إلى الولايات المتحدة؟ بالرغم من أن إجراءات الهجرة على أساس الزواج معقدة للغاية، إلا أن محامي الهجرة من مكاتب المحامية جمانة كيروس تمكنوا بنجاح كبير مساعدة آلاف الأشخاص للهجرة إلى أمريكا، لأن لديهم الخبرة الطويلة في مساعدة الأشخاص على الحصول على الجرين كارد على أساس زواج أو فيزا الخطوبة بشكل سريع ومريح بقدر المستطاع. اتصل الآن بمكاتب المحامية جمانة كيروس 1-866-YOUR-RIGHTS 248-557-3645. Your Rights مع المحامية جمانة كيروس
عودة إلى برنامج Your Rights مع المحامي سام سيف المختص بقضايا الهجرة والتجنس، ونأخذ اتصالاتكم وأسئلتكم متعلقة بهذه القضايا على الأرقام 313-769-6666 519-256-123. معانا فتحي على الخط. مساء الخير فتحي. مساء الخير، كيف حالك؟ مساء الأنوار، أهلا وسهلا، تفضل أنت على الهواء. الله يسلمك. أنا إلي ابن تقدم للحصول على فيزا طالب من الأردن، وهو حاصل على قبول من الجامعة لإكمال دراسته، وبعثنا له إحنا الكفالة المالية، لكن السفارة رفضته مرتين، فمش عارف إيش اللي إيش واجب نعمل إيش. نعم، شنو كان السبب رفضه؟ السبب الرفض قالوا له إنه أهلك موجودين، خليهم يقدموا لك هجرة. أوكي، وهو إحنا ما بدنا نقدم له هجرة. أوكي، وأنتوا عندكم جنسية أمريكية؟ نعم نعم. وهو إيش قد عمره؟ عمره يا سيدي العزيز 37 سنة. متزوج؟ متزوج. وراح يجي ويا أطفاله لو بس هو بحره؟ هو قدم أول مرة هو وأطفاله ورفضوه، وقدم لحاله ورفضوه. أوكي أوكي. المشكلة بالفيزة الدراسة أنه ماكو استئناف بهاي نوع القضايا، فالشخص لما يقدم القضية لازم أوراقه تكون كاملة والمقابلة تكون مقنعة لهم. إذا أوراقه والمقابلة يعني هو أثناء المقابلة ما يكون مقنع بالأجوبة مالته، يقدرون يرفضوا وما تقدرون تقدمون أي استئناف. فيقدر يحاول يقدم مرة جديدة، بس لازم يكون أوراقه يعني مستندات والكلام مالته مقنع. هو أهم شيء لازم يفهمه. العفو، هو أهم شيء لازم يفهمهم أنه هو ما يريد يعيش بالولايات المتحدة، أنه هو كان عنده فرصة يخلي أهله يقدمون على لم شمل، بس هو ما راد، يريد يعيش بلده وبس يريد يدرس لفترة معينة. وهذا كله يقدر يعطيها بأفيديفيد، يعني ورقة موقع عليها under oath. زين، يعني إذا يكذب بيها معناتها يعني راح يقدرون أبد ما يعطوا أي نوع الفيزا. فهاي عادة تساعد بتقديم هالنوع المعاملات، بس أهم شيء لازم تعرفون أنه يقدرون يرفضون هذن القضايا بدون أي سبب وماكو بيها استئناف. طيب سؤال ثاني أستاذ، نقدر إحنا مثلاً بدناش دراسة نقدم له هون، لأنه هو المعيل الوحيد إلنا، يعني يجي يساعدنا، إحنا كبار بالسن، أنا عمري 72 سنة وأمه عمرها 65 سنة، فعاوزين يعني واحد يكون معانا يساعدنا. نعم، هاي ماكو نوع الفيزا تخلي الشخص يطلب واحد من أهله يجي يساعدهم لهالغرض. يعني أكو واحد يقدر يقدم على فيزا زيارة، بس الفيزا زيارة حتكون محددة لمدة 6 أشهر، يقدر يبقى ويجوز يقدر يمددها مرة لو مرتين أكثر شيء. بس أكثر من هذا إذا تريده يبقى فترة طويلة لازم تقدم له معاملة لم شمل، ومثل ما تعرف تأخذ حاليا 11 سنة، تقعد 10-12 سنة هاي. نعم يا سيدي، بارك الله فيك، شكرا لك. عفوا، موفق إن شاء الله. تحياتنا لك، شكرا على اتصالك. نأخذ اتصال آخر. لو مساء الخير. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معنا؟ عفوا، معك جبران. أهلا بيك، تفضل أنت على الهواء. يا في معية عمي، يعني في مع قضية أنها هو في اليمن طبعا، فقاموا في عام 2014 بإلغاء حقه الجواز كونه كان يستخدم اسم ثاني في اليمن والاسم الأمريكي هنا في أمريكا. طبعا ما استخدمش الاسم اللي هناك نهائيا، كونه كان مؤلف وسياسي ومعه منصب هناك، كان يستخدم، لأنه استخدم الاسم في اليمن بسبب أنه حصل انقلاب عسكري يعني في 78، فأضطر أنه يخفي اسمه الحقيقي واستخدم اسم ثاني فاشتهر على هذاك الاسم. قام السفر الأمريكي هناك بإلغاء الجواز عليه كونه استخدم اسم ثاني. تابعنا القضية هنا في أمريكا، فأيدت وزارة الخارجية القرار حق السفارة.
دخلت بنته يعني هي ما يشيلها اي علاقه وصلتها انا طبعا مع الجنسيه الامريكيه اكثر من 50 سنه او 60 سنه. وصلت بنتها هنا قاموا سحبوا عليها في المطار الجواز والى الان ما جابوا لهاش اي وثائق حتى انها تعود اليمن. فهل نقدر احنا ان احنا نصلح ابيل على القرار اللي جابوه في 2016 اللي قدرنا نخرجها من وزاره الخارجيه؟ وهل البنت يعني مرتبطة ارتباط كلي بالوالد لأن حاولنا معها قالوا أنها مرتبطة بعلاقتها مع أبوها بسبب أبوها أنه يعني حصل على الجنسية بشكل غلط مع كل معنى كل الوثائق اللي تثبت أنه مشى كل شيء بشكل صحيح وحتى أن اسمه موجود في كان يعني والسجن هناك بسبب الانقلاب اللي حصل وسبب إخفاء اسمه. ف هو الان لا قدر انه يجي ومعهانه طبعا من السوشيال سيكيورتي بنفيتس فما يعني ما قدرش حتى انه يجي لامريكا بسبب الحرب هناك وسبب وضعه هناك. فهل نستطيع ان احنا نصلح ابيل وايل هيز ذير هنا في الفيدرال كورت؟ نعم نعم تقدر تسوي ابيل وهو هناك بالفيدرال كورت. المشكله عندك شنو؟ المشكله اي وقت واحد يقدم على جرين كارد لو بعدين يقدم على جنسيه اذا ما يستعمل اسمه الحقيقي ولو يعطيهم كل اسماء اللي كان مستعملها يقولون انه هو ارتكب فراد لو مس ريبرزنتيشن على الحكومه انه ما قدروا يسوون تشيك امني كامل عليه لانه ما اعطوه الاسم الكامل حتى لو اذا كان عنده اسباب ليش ما كان يعطي. فبذاك الوقت يحق لهم يسحبون الجرين كارد والجنسيه مالته لانه يقولون هم اعطوه هذا الجرين كارد وبعدين اعطوه الجنسيه بمعلومات غلط. هو استخدم الاسم الثاني في اليمن بعد ما حصل الجنسيه بحوالي 10 سنوات. يعني هو كان هنا في أمريكا وكان يشتغل هنا باسمه الحقيقي. هو راح اليمن شارك في المسألة السياسية هناك ف يعني كان مطلوب برجع غير اسمه علشان يخفي نفسه على الحكومة الجوفرمنت في اليمن. هذا اللي حصل. يعني هو قدم معلومات هنا بشكل صحيح، حصل على الجريكا بشكل صحيح، الجنسي بشكل صحيح. بعد فترة حوالي 8 إلى 10 سنوات غير اسمه هناك في اليمن، ما استخدمش الاسم اليمني إطلاقا في أمريكا. يعني فهذه هي المشكلة. يعني اوكي 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 فهاي راح تكون قضيه تفرق. بس نعم اي وقت واحد حتى لو اذا كان برا البلد عنده حقوق بداخل الولايات المتحده حتى لو ما يقدر يجي الولايات المتحده يقدر يقدم على قضيه بالمحكمه الفدراليه. يعني لو لقي عندكم للمكتب نستطيع ان احنا نقدم على المحكمه الفدراليه while he's there in Yemen؟ نعم. ممتاز جدا. هل تقدروا تعطوني الان مثلا موعد او ضروري اتصل المكتب؟ بس اتصل بالمكتب وان شاء الله نقدر نسوي لك موعد. شكرا جزيلا لكم ولكل تعاونكم يعني مع كل الناس. شكرا على اتصالك، تحياتنا لك. واذا حبيت تاخذ رقم المكتب هو 248-557-3645. على فكرة المكتب في العنوان الجديد هو 24370 North Western Highway في مدينة ساوثفيلد. ونذكر مستمعينا هذه الحلقات جميع حلقات برنامج جون رايت موجودة على اليوتيوب، فاللي حابين يرجعون مرة أخرى للاستماع لها والاستفادة من المعلومات المقدمة فيها زيارة قناة جومانا كيروس على اليوتيوب. نأخذ اتصال آخر على الهواء. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. لا يا اهلا. الو اهلا، مين معي؟ معك حيدر. تفضل حيدر انت على الهواء، اهلا وسهلا فيك. بس سؤال يعني للاستاذ سام. نعم تفضل. اهلا وسهلا. اهلا بك. كان عندي اخ هون من سنة 2000 وكان نعم. مقدم طلب لجوء وكان بسنة 2005 اضطر اضطراري انه ينزل على لبنان. بس نزل على لبنان اجى القبول اللجوء تبعه بس ما قدر يرجع. شو في حل انه يرجع لهون؟ هو قبل رجع لبنان اخذ رخصة انه يسافر برا الولايات المتحدة؟ لا ما اخذ رخصة. ما اخذ رخصة. اي وقت شخص عنده يعني زي عمر جنسي كان ابنه في خطر ايام العملية وما بدنا اللي يكون ابوه موجود يعني. هلا هو نزل وما قدر يرجع.
يعني كان صاير اسبوع في لبنان واجل طبعا القبول هون في امريكا. نعم، عادة الشخص اللي يطلع برا البلد لو يحتاج يطلع برا البلد هو مقدم لجوء بس ما محصل اللجوء هو لازم ياخذ رخصة. إذا ما ياخذ الرخصة يعتبرون المعاملة مالته أنه abandoned يعني متخلى عليها، بس هو حصل قبول قريب من ما هو سافر البلد، فالمفروض يقدر يحصل travel document يسموها من الأمبسي بلبنان، بس المفروض يحصلها يعني خلال سنة ورا ما يسافر. فإذا هو بذاك الوقت سافر وما حصل هاي الرخصة يرجع للولايات المتحدة، صعبة هسه ورا 15-16 سنة رح يقدر يحصلها. حتى لو كان مصبور وبعده موجود هون في الإميغريشن الباسبور تبعه؟ هو ليش انتظر 15-16 سنة يلا يحاول يرجع لأمريكا؟ هو هذا السؤال، هذا السؤال المهم صح. يعني كان في مشاكل عنده، هو كان في مشاكل عنده بس نعم. انه يعني المشاكل سو هلا ما بمجال يعني. نعم راح ما بمجال، اذا حتى لو اكو مجال راح تكون كل الصعبة ولازم يلقى غير طريقة يجي لأمريكا. يعني اذا رجع عدم هناك في يقول له انه كان عندي طلب لجوء انا وبس رجعت على لبنان انه قبلوني، وما في يرجع يحكيهم في السفاره؟ يقدر يحاول يعني ما راح يكون اي شيء مضر عليه اذا يحاول. اوكي شكرا لك استاذ سام. عفوا وموفق ان شاء الله. تحياتنا لك. أوكي. شكرا على اتصالك. ناخذ اتصال اخر على الهواء. الو مساء الخير. ألو مرحبا. مرحبتين. أهلا وسهلا. مين معنا؟ أنا اسمي إيفان، بس عندي سؤال لأستاذ سام. تفضل أنت على الهواء. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل. أهلا وسهلا. شلونك أستاذ سام؟ الحمد لله. تفضل. السؤال أني أهلي مقدمين لجوء يعني على اليو إن صارهم تقريبا 6 سنين ومعاملتهم لي هسه يعني يقولون تشيك أمني. نقدر نسوي شيء؟ أكو أي تطور بهذا الموضوع بالنسبة لحكومة جديدة أو أي معلومات؟ أكو معلومات جديدة على قضايا الموجودة باليو أن أنه صعدوا الأرقام لقبول الأشخاص اللي مقدمين على اليو أن من 10,000 بالسنة ل 62,000 بالسنة لبقاية هاي سنة 2021. فمعناته هذني أنواع القضايا رح يبدن يتحركن من جديد، بس رح تاخذ وقت، وإيش قد وقت ما أقدر أقول لك. أكو مئات الآلاف من الناس منتظرين موجودين بنفس الوضع مثل الأهل. فإذا يقولوا لهم تشيك أمني، هسه التشيك أمني رح يبدون مرة ثانية يقدرون يكملوا. قبل كانوا موقفين لو يعني متوقف لحد أنه هواي ناس ما قدروا يكملون على التشيك أمني. فرح تبدي تتحرك القضايا، إش قد بعد وقت ما أقدر أقول لك، يجوز تأخذ بعد كم سنة. أوكي زين. إذا عندهم مثلا قضايا صحية أو مثلا تقارير طبية نقدر تفيد نستعملها تفيد أنه أو ما تفيد؟ يجوز تفيد إذا يقدموها لليو أن. اليو أن هي أول مرحلة هي الآي أو أم تشتغل ويا اليو أس سي آي أس وهي دائرة الهجرة بأمريكا على مود يشوفون إذا الأشخاص يستحقون يأخذون فيزة اللجوء. فإذا كان أسباب أنه يسرعون القضية تقدر تدز كل المعلومات والمستندات للآي أو أم، وإذا تساعد القضية هم راح يقدرون يسرعون القضية. أوكي شكرا جزيلا. شكرا حاجتكم. تحياتنا لك. شكرا على اتصالك وكل التوفيق يا رب. نأخذ اتصال آخر. لو مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. مين معنا؟ وياك أحمد النقاش. تفضل أحمد. أهلا وسهلا. أستاذي أنا عندي سؤال حضرة المحامي. اتصلت بي قبل مدة مرتين. عندي زوجتي بتركيا، العفو زوجتي ببغداد. أوكي.
عندي بس الموعد مالت يعني احمد عذرا على المقاطعه شوي في دوشه عندك ما دا نسمعك بوضوح ما اعرف اذا انت وين بالسياره برا في شيء هوا يعني لو تسمعني هسه يمكن احسن تفضل خلينا نسمع تفضل ايه عندي زوجتي في بغداد حاليا ومنتظر بس نعم. موعد يعني شو اسمه المقابله بانقره زين اقدر اطلعها الى انقره هناك واسوي لها اقامه وبعدين اروح اقدم الاوراق مالتها يعني بلكي تستعجلوا لي بالمعامله يعني مضره بها بها ضرر ماديا ما بها ضرر يعني هي حاليا القضيه موجوده بانكره لو القضيه راح يدزوها لانكره لما يسوي لك موعد عندي ايميل عندي موعد يقول القضيه راح تنقره اوكي جيد حاليا انكره بس تعطي مواعيد للاشخاص اللي عندهم جنسيه تركيه لو اذا عندهم اقامه تركيه وسمعنا قبل وقت أنه الأشخاص اللي حصلون إقامة 6 أشهر رح يعتبروها إقامة لهالسبب لهالغرض يعطون مواعيد للإنترفيو فنعم رح تكون أحسن إذا تقدر تأخذ زوجتك لو تودي زوجتك إلى تركيا وتخليها تبقى هناك لحد ما تحصل موعد يجوز رح يكون أسرع أنه تحصل موعد زين يعني إيش قد المدة يعني إذا أوديها لهناك إيش قد راح تبقى يعني ما أقدر أقول لك ما ماكو أحد يعرف حاليا لأنه مثل ما تكلمنا بداية هاي الحلقة أكو أكثر من 470,000 قضية منتظرين يسووا لهم مقابلة راح تأخذ وقت قبل لا يقدرون يسوون مقابلة لكل شخص وكل يومية أرقام يعني تنضاف على هذا الرقم فيجوز تأخذ 6 أشهر يجوز تأخذ سنة ما أقدر أقول لك بالضبط زين يعني إذا أخذت الإقامة بتركيا يعني لازم تقيم بتركيا ولا بس تأخذ وترجع للعراق بعدهم يتصلون بيها يعني لا لازم تكون مقيمة بتركيا لازم عايشة بتركيا خلال هذه الفترة الأشخاص اللي ما موجودين بتركيا ما رح يعطوهم مواعيد يعني شغلتها بالعراق أحسن صراحة يعني خلينا نقولها. Well إذا حالياً الـ US Embassy بغداد مسدودة ما رح يعطون أي مواعيد والـ Embassy بغداد مسدودة مو بسبب كورونا فيروس بس مسدودة لأسباب يعني الإرهاب أسباب المظاهرات اللي صارت قبل سنة فإذا رح تستمر مسدودة لهذا السبب باقي اليو اس امبسيز راح يستمرون ويعطون مواعيد وبغداد اي قضيه بعدها موجوده ببغداد راح يستمرون ينتظرون فيجوز احسن لك انه تكمل بانكره لو اذا تقدرون تنتظرون فتره يجوز طويله تنتظر ببغداد لحد ما يغيرون البرايوريتيز مالتهم ويقولون يعطون مواعيد للاشخاص اللي موجودين برا تركيا زين أستاذ العزيز ولو أنا طلت عليك بس يعني الخبر اللي أنا سمعته من جماعة يعني يقولون من أسبوعين إلى شهرين صدق هذا الحكي إذا راحت الأنقرة من أسبوعين إلى شهرين أكو هالشكل يعني الناس يسوينها نو أكو يجوز ناس محظوظين وحصلوا موعد سريع بس معظم الناس تأخذ كم شهر ما أقدر أقول لك بالضبط إيش قد لأنه حاليا عندهم هواية قضايا لازم يسوي لهم مواعيد مشكور أستاذ العزيز جزاك الله خير الجزاء شكرا على اتصالك ما زلنا معكم مستمعينا في برنامج يور رايتس ومعنا المحامي سام سيف من مكاتب المحامية جمانة كيروز في الوقت المتبقي من البرنامج نأخذ اتصالاتكم على الأرقام 313-769-6666 519-256-123 ألو مساء الخير يا اهلا مرحبا مرحبتين مين معنا سمير شلونك عزيزي سمير وياك سمير تفضل انت على الهواء انا بالنسبه لي اقدم على سيتيزن بس انجليزي مالي مو قوي وصار لي 12 سنه ومشتغل بالسفاره الامريكيه ببغداد 4 سنوات وعندي كتب وعندي اوراق وياهم بس الانجليزي مالي مو قوي المشكله والكتابه شلون اقدر اسوي عمري 52 52 يعني إذا تنتظر 3 سنين أنت راح تقدر تأخذ الامتحان باللغة العربية ما تحتاج تحكي إنجليزي
بالمقابلة. بس إذا ما تريد تنتظر، الطريقة الوحيدة موجودة لك أنه لازم تحصل تقرير من دكتور. الدكتور لازم يشوف أنه لا سمح الله يجوز عندك فد مشكلة طبية فتشيت منعك من دراسة اللغة الإنجليزية. بس إذا ما تقدر تحصل هذا التقرير من الدكتور لازم تنتظر 3 سنين. يعني قدمت قبل 2 سنين يمكن وسقطت بالامتحان، يعني انطوني فرصة مرتين بس سقطت شوية، ما جاوبت عدل بالكتابة يمكن شوية، ولا جلت إلى جاوبت شوية عرفت بس الكتابة وقفت يمها المشكلة. نعم أوكي. نعم نفس الكلام، يعني إذا ما تقدر تدرس بعد وتحاول تكمل الامتحان باللغة الإنجليزية، الطريقة الوحيدة باقية لك أنه تنتظر 3 سنين وتقدر تقدم على waiver لو exception أنه أنت أكثر من 55 سنة عمرك والgreen card صار لعدك 15 سنة. أوكي عزيزي أشكرك. أوكي. شكرا سمير على اتصالك. اتصال آخر على الهواء. مساء الخير. ألو مرحبا. مرحبتين يا هلا، مين معنا؟ كيفك؟ معك داني. ممكن داني معك ممكن أحكي مع مستر سيف؟ أكيد تفضل أنت على الهواء. نعم. داني خليني. أهلا وسهلا. مستر سيف كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. أنا كنت قدمت الحمد لله. أنا كنت قدمت لوراء من فترة الآي 485 و 763 والمواضيع هاي لأنه أنا تزوجت أمريكية. فوصلني appointment رحت سويت البيوتيك. نعم. And after 2 days I received a receipt, a pink paper mail إنه دي بدهن طالبين كفيل أو co-sponsor حسب ما فهمت منهم. نعم. فهلا أوكي مش مشكلة لأن أنا عم دور على كفيل، بس شو بصير بالوقت إذا لأنه أنا عطيني إلى 15 ماي شو ممكن يصير؟ يعني ممكن أجل شوي لكن حصلت كفيل ولا شو بصير؟ أنت شو وقت حصلت هاي الورقة؟ I got it mailed to me 17th February and I received it on the 1st of March. أوكي. عندك 60 يوم إضافي من February 17th على مود تجاوب على هاي الورقة. بسبب الكورونا فيروس USCIS قطت 60 يوم إضافي لمعظم الطلبات اللي الأشخاص يحصلوها من USCIS مثل Request for Evidence اللي يسموها Notice of Intent to Deny. أنت أكيد حصلت Request for Evidence، يعني يريدون بعد معلومات على القضية من بداية. Request for Evidence Form I-485. بالضبط. فعدك 60 يوم إضافي ورا ما الديدلاين مالتك. فهم ايش قد وقت طاق؟ 15 of May يعني so 15 of May هن عطوني الديدلاين. 15th of May ضيف 60 يوم إلها، يعني جولاي 15th لو جولاي 14th. صح جولاي. اوكي نعم. بس فشي واحد لازم تعرف أنه هذا النوع الطلب للكو-سبونسرشيب يسموه request for evidence مبدئي initial request for evidence، فمعناتها القضية مالتك ما رح تمشي إذا ما تطيهم هاي المعلومات، يعني حتى التشيك الأمني ما رح يبدون بي إذا ما تطيهم هاي المعلومات. فإذا تتأخر هذا الوقت كله يعني رح تأخر القضية بهالوقت 5 أشهر إذا تستفاد من هذا الوقت 5 months راح تتأخر القضية. ما أنصحك أنه تأخذ هذا الوقت كله على مود تجاوب عليهم. صح. طب هو الكفيل ليش بيطلبوه؟ عفوا أنا زوجتي أمريكية بس زوجتي ما عم تشتغل. أي شخص يقدم على green card لازم يكون عنده sponsor. عادة السponsor هو الزوج لو الزوجة اللي عندهم جنسية أمريكية. إذا يشتغلون لازم تثبت أنه هم يسوون مبلغ كفاية يصيرون سبونسر للنفرين. إذا تحسب نفرين ماكو أي شخص ثاني عايش بالبيت وزوجتك ما عندها ديبندنتس وما مقدمة لأي شخص ثاني، تحسب نفرين أنت وزوجتك للنفرين تحتاج حوالي 22,000 تسوي بالسنة. إذا ما تسوي 22,000 بالسنة راح تحتاج كو سبونسر.
الكوسبونسر هلا هو شو يعني شو المسؤوليه بالموضوع على الكوسبونسر مثلا بس لا اعرف لانه بتعرف بدي اطلب من الناس موضوع الكوسبونسر. نعم الكوسبونسر هو مثل السبونسر يعني شخص راح يكون كفيل الريسبونسابيلتيز مالته راح تكون هو يوقع مثل كونتراكت ويا الحكومه وهي الفورم I-864 هاي الورقة تقول هذا الشخص راح يكفلك ما راح يخليك تكون عبء على الحكومة. شنو معناته الشخص يكون عبء على الحكومة؟ يعني أنت ما راح تأخذ مساعدات من الحكومة والأنواع المساعدات راح تكون مثل الفود ستامبس مثل الكاش أسيستنس مثل الميديكيد. إذا تأخذ هاي المساعدات الحكومة تقدر تطلب من الشخص اللي صار كوسبونسر نفس المبلغ اللي اطت لك وهي خلال آخر 25 سنة من هذا القانون طلع ليه هسه ما سامعين بأي قصة أنه الحكومة كانت تنفذ من هاي الفقرة القانون ما كانت تطارد ولا وراء أي أحد سبونسر يعني شخص يجوز ماخذ مساعدات حكومية ما كانت تطاردهم. الترامب administration رادت تبدي لو تنفذ هذا القانون بس ما نفذت وما نعتقد أنه البايدن administration راح تنفذ. فالسبونسرشيب هي أكثر شيء حاليا بس توقيع أوراق بيها responsibilities بس هاي هي حاليا ما ينفذون ال responsibilities مال sponsorship. طيب great. هلا شو بيصير بال work permit وال social security number؟ ما رح مثل ما قلت لك هاي ال initial request for evidence مبدئية فأنت رح تأخر ال work authorization مالتك إذا ما تقدم المعلومات والمستندات اللي يريدونها ما تقدم السبونسرشيب بيبرز اللي يريدونها راح تأخرهم بخمسة أشهر ما راح يبدون يشتغلون بيهم لحد ما تكمل هاي الأوراق. شكرا على اتصالك نعتذر من عندك بس فاضل آخر متصل في حلقة اليوم وآخر خمس دقائق إذا حبيت تأخذ معلومات أكثر واستشارة مجانية مع المحامي سام سيف 248 ورقم الهاتف في مكتب المحامي جمانة كيروز 248-557-3645. مساء الخير معنا اتصال الأخير في حلقة اليوم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام مين معنا؟ معك سعود من ولاية انديانا. أهلا بك فاضلنا أربع دقائق لو سمحت أعطينا سؤالك بشكل سريع. سؤال سريع جدا أنا مقدم المرتي طالع الموافقة الأمنية من أمريكا بشهر 11 سنة الماضية وبس أنتظر على موعد الانترفيو كان الانترفيو مات ببغداد بعد الأحداث اللي صارت مال السفارة بعثوا لي إيميل قالوا لي حيكون الانترفيو مات بأبوظبي. السؤال إنه صار 6 شهور تقريبا أنا من داكثر موعد الانترفيو فبالطبيعي أو بالعادة إنه يأخذ up to 6 months لو أكثر حيكون. ما نقدر نقول لك بالضبط إيش قد بعد راح يأخذ مثل ما قلنا بداية الحلقة أنه حاليا عندهم باكلوغ كلش طويل لهالأنواع القضايا. أحسن شيء تقدر تسوي إذا صار لك 6 أشهر تدز إيميل للناشنال فيزا سنتر وتدز إيميل للأمبسي بأبو ظبي وتقول لهم أنه القضية صار لها 6 شهر من ما متحضرة للسكيدولينج للانترفيو يسموها documentarily qualified وانت منتظر بس انترفيو. مرات تساعد هذا الإيميل مرات ما يساعد. الطريقة الثالثة راح تكون أنه تحكي ويا الكونغرسمن لو سينيتور مالتك وتشوف إذا يقدرون يساعدون لو يسرعون القضية. بس مثل ما تكلمنا قبل هذن القضايا رح يأخذن وقت بس البريوريتيز القضايا اللي رح يطوهم انترفيو أول رح يكونن immediate relative cases يعني إذا أنت عندك جنسية زوجتك رح يعتبروها immediate relative وهي من واحدة من القضايا اللي رح يطوها أولوية لحصول انترفيو. شكرا جزيلا لك. شكرا على اتصالك تحياتنا لك. سام وصلنا للختام تقريبا آخر دقيقة إذا حبيت تعطينا خلاصة لموضوع اليوم. نعم شكرا رامي وشكرا للمستمعين. طبعا نذكر المستمعين أنه معظم القضايا بالهجرة حاليا متأخرة لا يفكرون أنه أكو فتشي مو زين بالقضية مالتهم للسبب التأخير
لازم يكون عندهم شوية patience، ينتظرون شوية. بس إذا كانت القضية مالتهم منتظرين وقت كلش طويل، أكو طرق واحد يجوز يقدر يحصل لو يمشي القضية، تعتمد على القضية، تعتمد على المشكلة الموجودة بالقضية، وإذا كانت بداخل الولايات المتحدة لو برا. احنا دائما متحضرين نساعد ويا المستمعين، وان شاء الله نقدر نساعد باي وقت اذا تخابرون المكتب. ان شاء الله سام، شكرا جزيلا لك، ونلتقيك ان شاء الله الاسبوع المقبل في حلقه جديده خاصه عن قضايا الهجره والتجنس من برنامج الرئيس. تحياتنا لك سام. شكرا عمي، ثانك يو. ونشكر لكل مستمعينا ايضا حسن المتابعه. رقم الهاتف في مكتب المحاميه جومانا كيروز 2485573645. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. أنت بحاجة للمساعدة في جلب شريك الحياة إلى الولايات المتحدة؟ بالرغم من أن إجراءات الهجرة على أساس الزواج معقدة للغاية، إلا أن محامي الهجرة من مكاتب المحامية جومانا كيروز تمكنوا بنجاح كبير مساعدة آلاف الأشخاص للهجرة إلى أمريكا، لأن لديهم الخبرة الطويلة في مساعدة الأشخاص على الحصول على الجرين كارد على أساس زواج أو فيزا الخطوبة بشكل سريع ومريح بقدر المستطاع. اتصل الآن بمكاتب المحامية جومانا كيروز 1-866-YOUR-RIGHTS 248-557-3645.